ما شاء الله عندنا فريق 2001 احمد سراج بارك له، هو متصدر طبعا البطوله عشان انا دارس الارقام بتاعتهم، اقوى خط هجوم اقوى خط دفاع، وما شاء الله يعني فريق 2001 فيه لعيبه مميزه كتير مع كابتن ربيع ياسين في منتخب مصر، وفي لعيبه ان شاء الله يعني قريب هنشوفها مع الفريق الاول اكيد. قول لي برده رايك في تشكيله النادي الاهلي وبرده رايك في وليد سليمان. تشكيله النادي الاهلي فيها ثبات للمباراه الرابعه التوالي، طبعا شريف اكرامي موجود بعد اصابه محمد الشناوي، كريم ندفد ناحيه اليمين وايمن اشرف ناحيه الشمال. هو التغيير النهارده في قلب الدفاع، سليف كولوبالي كان بقاله فتره في اخطاء دفاعيه، الكابتن يوسف فضل ان يريحه، وكان اشرف سعد سمير، والنهارده شايفين محمد هاني بيلعب برده بظروف استثنائيه برده النهارده مساك جنب سليف كولوبالي. محمد هاني وسليف كولوبالي متغيرين وعندك واحنا قلنا لما كنا بنتكلم قلنا محمد هاني جنب سليف كولوبالي يبقى في ثبات في التشكيل افضل، يعني مش عايزين نغير ندخل ايمن ونلخبط الدنيا، لا ممكن يبقى التغيير في عنصر واحد بس ويفضل عندك الثبات في التشكيل. وده النهارده زي ما الكابتن محمد يوسف عمله النهارده، عوده حسام عاشور النهارده جنب عمرو السوليه، ودي الاثنين ما شاء الله بيعملوا ثنائي بيسيطروا عليه في نص الملعب الدنيا. تمام، بيدخل جمعهم هشام محمد، يدخل كريم ندف في اوقات برضو، يعني في السيطرة وفي الثنائيات اللي بتحصل في منتصف الملعب. محمد شريف ما شاء الله ماشي برضو بخطة ثابتة في الدوري. وكمل على كلامك ان دور كريم ندفت في نص الملعب اللي هو الزيادة العدية بيعملها عمرو السولية في الأول. خلي بالك كريم ندفت زي أحمد فتح، في عندك لعيبة كده زي ما كابتن شريف بيقول ممكن تقدر تغير داخل الملعب. تمام. محمد هاني تجيبه باك رايت لعبه مساك، نفس الكلام كريم ندفت، نفس الكلام أيمن أشرف، لما يبقى عندك حريه انك تغير شكل الملعب من داخل الملعب بيبقى ليك الافضليه. تمام. بدل ما تغير من بره. تمام. النهارده محمد شريف موجود، نتمنى له ان شاء الله تالق في مباراه طلائع الجيش اللي فاتت، كان سبب في الهدفين اللي احرزه مروان محسن. ناصر ماهر، بقول للناس ناصر ماهر هيبقى مكسب كبير للنادي الاهلي، بس مطالبين بالصبر. بالزبط. ممكن يلعب ماتشين كويسين، ماتش ممكن تلاقي مستواه نزل، ده نتيجه الخبرات. لما لعيب بيلعب ورجليك على طول في الملعب هتلاقي الخبرات انه ازاي يخلي نفسه. لو جاب جول واحد هيفرق معاه كتير قوي. ولا هو كمان يعني المباراه طلع الجيش عجبني جدا، كل مباراه عن الثانيه لا بتلاقي ناصر ماهر بيرجع بياخد خبرات، واحنا في وقت من الاوقات اعتبنا على كارتيرون لما كان بيعاقب ناصر ماهر، ممكن اعاقبه في مباراه في اثنين اخصم منه خصم مالي، بس ما بعيدوش الفتره دي كلها. احمد حمودي طبعا بيرجع تاني بعد غياب الفتره اللي فاتت. فرص بتيجي للعيبه اسامه، وانت قبل كده اتكلمت عن ازاي نتمسك بالفرصه او ازاي نستغل الفرصه. فرص احمد حمودي بياخدها كتير جدا. خلي بالك النهارده التدوير يعني كابتن يوسف مجبر عليه، يعني مش بمزاجه كمان. النهارده في ظل ضغط المباريات كل 3 ايام مباراه لازم هتغير اللعيبه. النهارده بنشوف وليد سليمان ريح المباراه اللي فاتت والنادي الاهلي كسبان، اللي قبليها كابتن يوسف احتاجه في الشوط الثاني نزل غير في مباراه الجونه. النهارده هو يعني فضل انه يبدا باحمد حمودي، وممكن وليد سليمان يبقى ليه دور الشوط الثاني. طبعا بنبارك له وليد سليمان ان هو دخل في القائمه النهائيه في افضل لاعب في افريقيا. يعني في اوقات كثيره كنا بننادي ان وليد سليمان يكون موجود في منتخب مصر، لكن يعني هم عايزين يعملوا شباب صغير وروح جديده، لكن يعني وليد سليمان كان في اوقات من الاوقات كان يستحق انه ينضم لمنتخب مصر. وليد ما عندوش 40 سنه يعني. لا المهم بالنسبه للعطاء ما شاء الله يبتدي المباراه ينزل الشوط الثاني، لا بيعمل شكله بيعمل حاله هجوميه في خط هجوم النادي الاهلي. مروان محسن كان بقاله فتره التوفيق غايب عنه، نتمنى ان شاء الله يعني بعد احرازه هدفين في المباراه اللي فاتت تكون الثقه رجعت له ثاني، وتكون يعني مكنه التهديف رجعت ثاني تطلع قماش يعني زي ما بقوله. لكن النهارده الكابتن يوسف طبعا مجبر ان هي القايمه ما فيش يعني ما عندوش بدال انه يختار منها، هم 16 واحد 16 لاعب هم موجودين. عندك النهارده غيابات محمد الشناوي، احمد فتحي، سعد سمير، علي معلول، صلاح محسن، وليد ازارو ايقاف، محمد نجيب. انا خايف تكون جماهير جيم اكبر من جماهير. لا لا خلي بالك يا كابتن ميدو احنا مطالبين نسهل شويه على جمهور النادي الاهلي، عشان كده يعني بنقول ماتشات النادي الاهلي ما تبقاش في برج العرب، ماتشات النادي الاهلي تكون في القاهره. لو مباراه في القاهره هتلاقي فيه عدد كبير من الجماهير. احنا النهارده بنقول للاتحاد الافريقي بنقدم ملف يا كابتن شريف استضافه كاس الامم عندنا في مصر. طب ازاي احنا بنقدم استضافه كاس الامم في مصر واحنا لسه بنشوف الاعداد اللي قليله من الجماهير، بنشوف مباريات من غير جماهير، بنشوف مباريات بالجمعيه العموميه؟ لا يعني احنا النهارده الاتحاد الافريقي بياخد منك انت يا اسامه. ما احنا النهارده انا عايز يبقى احنا في خطوه، الحمد لله الامور مستقره، الدنيا هاديه. جميل. البلد ما شاء الله من خطوه لخطوه الدنيا ماشيه كويس. بالظبط. طب عايزين بقى يعني نرجع تاني الكوره والناس التزمت.
الناس التزمت. الحمد لله الناس التزمت كده ان كله ملتزم. احنا شفنا في مباراه الترجي اللي كانت في برج العرب ما شاء الله اعداد كبيره من الجماهير، ما فيش شغب، ما فيش اي هتافات، ما فيش اي حاجه، الناس ملتزمه وخرجت بمظهر كويس جدا. ليه ما نبنيش بقى على الكلام دوت بالظبط في ظل النهارده ان احنا يعني بدايه البطوله الافريقيه، بنقدم ملف كاس الامم الافريقيه، عايزين نقول للناس لا مصر يعني تقدر تنظم دوري وتقدر تنظم كاس امم وتقدر تنظم مباريات للمنتخب وكاس العالم كمان وكاس العالم يعني، وكان في كاس عالم امم افريقيه شاطئيه عندنا في شرم الشيخ لسه بالظبط كان النهائي بتاعها السنغال قطعت نيجيريا. فهي التشكيله دي طبعا يعني كابتن يوسف يعني مجبر عليها في ظل ال 16 لاعب، لكن اتمنى ان شاء الله النهارده البدايه تبقى قويه من بدايه المباراه، سواء في الضغط العالي اللي عايزين نشوفه النهارده بقى من محمد شريف، من وران محسن، من ناصر ماهر، من احمد حمودي.